مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات إلى غاية 28 أبريل: بوليدة 772، الجزائر 494، وهران 229، سطيف 181، قسنطينة 148، عين تفلة 137، تبازة 129، بجاية 124، تيزوزو 103، بورباريج 88، تلمسان 79، أم باغي 63، ورقلة 60، مستغانم 57، تيارت 55، بسكرة 55، نمدية 55، الجلفة 52، غارداي 51، شلف 49، تسمسيل 46، سيدي بلعباس 44، بومرداس 44، جيجل 43، معسكر 42، عين تومشن 38، وادي 38، سكيكدا 37، أدرار 35، بشار 34، خنشلة 30، باتنا 26، أغواط 25، عنابة 25، بسة 25، غليزان 25، البويرة 24، قالمة 19، مسينة 18، الطارف 13، ميلة 12، سقهرة 12، سعيدة 4 إصابات، البيض 3 إصابات، النعامة 3 إصابات، إليزي إصابتان، تمرس إصابة واحدة، تنتوف تبقى الولاية الوحيدة بدون إصابة. وشكراً.